كي نقول لكم الزملاء يعني هذه اول جسام بعد كورونا يعني المرحله ديال حاله الطوارئ اللي كانوا توقفوا فيها جميع الجلسات توقف فيها هذا الملف اليوم كانت عندها جلسه اثرنا فيها كدفاع المؤازرتين كريمه وليلى اثرنا فيها مجموعه من المسائل الاوليه والدفوع الشكليه وبعض الطلبات التي ترمي الى تجهيز القضيه تقدمنا بواحد الطلب اولي يرمي الى ارجاء البث في الدعوه هذه على اعتبار هناك دعوه رائجه امام المحكمه الاجتماعيه تتعلق بدعوه اثبات نسب الناتج عن الخطبه. حنا كنقولوا للمحكمه ليس هناك اي جريمه تتعلق بالمشاركه في الخيانه الزوجيه، الامر يتعلق بشخصين كان على فراش واحد ويتعاملان معامله الازواج، كان ينفق عليها باستمرار وكان يعيشان تحت سقف بيت واحد، بالتالي ما كاينش شروط الخيانه الزوجيه واللي قلنا للمحكمه راه كاينه دعوى النسب امام المحكمه الاجتماعيه ومن مصلحه العداله وحسن سير العداله ان يتم تاجيل الملف الى حين بث المحكمه الاجتماعيه، لا سيما وان هناك جلسه نطق بالحكم يوم 20/1 يوم 18 يوم الاثنين 18/1/2021 المحكمه الاجتماعيه ستسدل الستار على هذا الملف هذا فيما يتعلق بدعوى ثبوت النسب. وقلنا للمحكمه راه ما يمكنش يكون عندنا تناقض بين الاحكام في موضوع واحد اللي هو اثبات الخطبه واثبات النسب. اش كان الاصراع لتاجيل الطرف ديالكم؟ حنا ما يمكنش نقول لك كان اصراع لتاجيل، القانون المغربي يمنحنا لما تكون هناك واحد الدعوه معترضه مجال مناقشتها واختصاص الاصل لها هو القضاء الاجتماعي، لان القضاء الجنائي لا يبث في دعاوى الخطوبه ولا في ثبوت الزوجيه ولا هذا اختصاص اصيل للقضاء الاسري. المحكمه رفضت هذا الطلب وتقدمنا مجموعه من الدفوع الشكليه منها ان القاء القبض والايقاف لم يكن مؤسسا على اساس صح من القانون، لان ورد في المحضر واحد المصطلح كان هناك تنسيق امني، قلنا المحكمه راه ما كاينش تنسيق امني، لا يمكن ان يكون تنسيق امني بين الدفاع بين عفوا المشتكيه و إدارة الأمن. الشرطة القضائية تمارس استقلالها تحت إشراف وكيل الملك بشكل مستقل، وما ورد بالتنسيق الأمني هو تدخل في عمل الشرطة القضائية غير مقبول، وينزل بالمحضر الشرطة القضائية إلى درجة البطلان والانعدام. أكون معكم صادقا، العمل ديال الشرطة القضائية في المغرب عمل احترافي ومهني، ونقولوا لكن هذا لا يمنع من بعض الهينات او بعض الثغرات اللي كتصدر على بعض افراد الشرطه القضائيه واللي هي من طبيعه العمل اليومي هذا الخطا هذا، وحنا نهدف دائما الى الكمال والكمال لله. وقع خطا لان كلمه التنسيق الامني اللي وردت في محضر الشرطه القضائيه وجهه نظرنا غير دستوريه غير قانونيه، كتمس بالاختصاص الاصيل للشرطه القضائيه، ما يمكنش الشرطه القضائيه تدخل مع المواطن في البحث وفي تعقب، لان كتعرفوا راه القضاء الاوروبي والقضاء الامريكي اعتبر الاستدراج هو بمثابه صنع للجريمه. حنا التمسنا استدعاء افراد الشرطه اللي صاغوا هذا المحضر حتى يتم استفسارهم حول كيفيه القاء القبض، شنو قصدوا بالتنسيق الامني. المحكمه رفضت هذا الطلب هذا على اعتبار ان المحضر شاهد بنفسه على هذا الخرق اللي تم. اكثر من ذلك قلنا احترام كرامه المواطن وكرامه المؤازرتين، لا يمكن للمعني بالامر ان يتصل المشتكي يتصل مع المؤازرتين وينصب لهم كمين ويجيبهم حتى الشرطه القضائيه، هذا مس بالكرامه ومس باختصاص الاصيل للشرطه القضائيه، اعتبرناه عمل غير قانوني وغير دستوري، كيمس مجموعه من المبادئ الدستوريه، اولا سريه البحث، اختصاص الاصيل، اعتبرنا هذا انتحار صفه، ما يمكنش المواطن يبدا يدير مع الشرطه القضائيه التنسيق الامني، التنسيق الامني تقوم به الجهات الامنيه فيما بعضها البعض، وحنا المستوى ديال الشرطه القضائيه مستوى متقدم، لا يحتاج الى تنسيق، لانه لا يعقب، اولا فيه استفزاز، فيه مس بكرامه المؤازره، ان كيتم نصب لها كمين من طرف المشتكيه، ولات المشتكيه اللي كتعتقد ماشي الشرطه القضائيه والسيد وكيل الملك. استاذ سيف، ديك الاستفزازات اللي كتقوم بها المطالبه بالحق المدني في حق الاستاذ زهراشا استاذ دليل. بصراحه شوف نقول لكم بصراحه العباره، بالنسبه للمطالبه بالحق المدني هذه ماشي اول جلسه للاسف، الحمد لله اليوم كانت المحكمه موفقه، الهيئه المحكمه موفقه في التسيير، ولكن ما يمكنش المحكمه تتبع بعض الجزئيات البسيطه اللي كتوقع في الجلسه، لان القاضي مركز على المرافعه ما ركزش على بعض الممارسات الغير قانونيه. معنا للاسف زميله مطالبه بالحق المدني كتصرف خارج القانون، وكانها عندها واحد المركز القانوني، كتجي تجلس قدام الدفاع ديالها. قلنا للمحكمه سجلوا لنا خاصها توقف تقف وان تجلس في المكان ديال مخصص لها قانونا،
حتى باش ما يكونش هناك واحد الامتياز على الاقل الشكلي الا ما كانش امتياز موضوعي. المحكمه الحمد لله نبهات وحتى الدفاع ديالهم مشكور ونقول لك بصريح عباره الدفاع ديال الخصم ديالنا نبهته هو الوكيله ديالو قال باش ما تكررش مثل هذه الممارسات مما ادى الى ان على الاقل خرجت من الجلسه في بعض الفترات تشنجش. الاستاذ زهراش نص شنو اليوم الجلسه لا اليوم مازال وصلنا الحكم دابا اليوم يلا حنا في الدفوع الشكليه الجلسه ديال اليوم مختصر الجلسه اليوم كما قلت لكم درنا الطلبات الاوليه درنا ملتمسات استدعاء شهود المحكمه رفضتهم دابا غندخلوا ان شاء الله الملف تاخر اليوم 20/1/2021 يومين بعد الحكم اللي غتصدر المحكمه الاجتماعيه واللي حنا كنقولوا غيكون واحد ان شاء الله واحد اليوم تاريخي العداله كان فيه انصاف ديالنا وما كانش انصاف حنا نثق في الحكم اليوم كيف ما كانت نتيجته نتمنى يكون منصف وعادل لمن يستحق الحمايه. عندنا واحد الطفله نور الاتفاقيات الدوليه والدستور المغربي يضمن لها الحق في النسب لان هناك خطبه قانونيه وفق الماده 150 اللي توفرت جميع الشروط ديالها. جبنا المحكمه مجموعه من الشهود اكدوا ان كانت هناك خطبه شرعيه بجميع المواصفات ديالها وانا قلت للمحكمه الزجريه اليوم اذا ما كانتش خطبه راها التجار في البشر كيف تنفق على واحد السيده 3 سنوات وكتصيفط لها الخضره وكتقدا لها وكتسكن معاها على فراش واحد وديها للكوافوره وصيفط لها تحويلات ماليه وشنو هذه ماشي هي الخطبه؟ هذه اللي عرفنا الخطبه هي تواجد واحد الشخصين ويتعاملين معامله الازواج وهذا الشيء اللي اكدته اكدوا المحضر ديال البحث اللي غنجيبوه للمحكمه يوم 20 غنستدلوا بمحضر البحث اللي جا واضحا مجموعه من الشهود اكدوا وتوافقت ارادتهم على ان الامر يتعلق بخطبه شرعيه ماشي فساد ماشي مشاركه في الخيانه الزوجيه كما يحاول الطرف الاخر تمويه وتضليل العداله. ما تنساوش تابوناو في لاشين اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.